حسين كنت حاضر انت في الاجتماع اليوم عام تاع الهيئة للدعم، الهيئة العليا للدعم اللي بتيتر متقالش في النادي الصحفي، لانه الاجتماع تقريبا اربع ساعات، معناتها اربع سوايع ونص، النادي الصحفي تقريبا نص ساعه، ما ثم اربع سوايع ما ثماش. ابرز الحاجات بتيتر اللي نجموا نستخلصوهم من الاجتماع تاع اليوم بما انك كنت موجود وكعضو في لجنه الدعم. شوفي قبل ما نحكيو على مخرجات الاجتماع، انا اليوم تو مش لقى روحي في احراج، لاني مش نشكر شخص اللي هو قريبي اللي هو نسيبي، لكن الواقع اللي عملته لجنه الدعم الموسم هذا في النادي الرياضي الصفاقسي حاجه ريال مو. وقت اللي خدينا جمعيه ما كناش نتخيلوا كنا مش نوصلوا له. لجنه الدعم ما بين فلوس دخلت في شكل دعم والا فلوس في شكل سبونسر اونكيسي، نحكيو على فلوس دخلت في خزينه النادي الرياضي الصفاقسي اكثر من 7 مليار دوات، حطت اكثر من 7 مليارات في ظرف عام، في ظرف اقل من عام. المبلغ هذا ما لمدتوش لجنه الدعم من عام اللي تاسست ل 2022 في كامل سنواتها، في كامل سنواتها كانت تجملها من كل ما لمدتش المبلغ هذا. المبلغ هذا هو اللي خلانا اليوم نجمو نحكيو على شويه اكيليبر في النادي الرياضي الصفاقسي، وهو اللي مع طبعا المداخيل الاخرى اللي هي بطبيعه الحال موجوده مداخيل قاره في النادي الرياضي الصفاقسي، كيما المستشار نتاع الاتصالات، كيما لي زونتر سبونسور، كيما مداخيل الملعب، ولو مداخيل الملعب معناتها تعتبر زهيدة جدا، معناتها ما تجيش حتى شطر روسيات نتاع، ما تجيش شطر روسيات نتاع ديربي في العاصمة. لكن بصراحة أنا نحيي الرجال اللي لباوا النداء ولباوا الدعوة، وهذه قوة سي عبد العزيز كونه لمد رجالات النادي بعد سنوات من تجميد عمل الهيئه العليا للدعم على اساس كون ما عندهاش فايده وما عندها حتى منفعه. وقت اللي وصلت النادي الرياضي الصفاقسي للحاله اللي وصلنا لها في اول اجتماع لباوا النداء، والاغلبيه نتاع الناس مش الكل طبعا دفعوا اللي تعهدوا به، وثم ناس دفعت ثلاثة واربع مرات المبالغ اللي تعهدت بها في اليوم الأول. على كل حال